حلوين، اهلا بيكم وحلقه جديده من حلقات عم بشاره على الهوا، حلقات التصوير الخارجي. ما زلنا في كنيسه السيده العذراء القديسه العذراء مريم وماري يوحنا الحبيب بطريق مصر الاسماعيليه. يشرفنا النهارده ان يكون معانا قدس ابونا يوستوس يعقوب كاهن كاتدرائيه الشهيد ماري جرجس بمدينة العاشر من رمضان. أهلا بيك يا قدس أبونا. أهلا بيك يا عم، منورنا وخدنا بركة يا أبونا. شرفنا يا عم بشارة، أهلا بيك. الله يخليك يا أبونا. أبونا يعني الأولاد الجمال اللي قاعدين معانا وكمان اللي بيتفرجوا علينا في البيت، هم دلوقتي عارفين إن إحنا بنقول إحنا في كنيسة السيدة العذراء وماري يوحنا الحبيب. كنا حابين قدسك تكلمنا عن ماري يوحنا الحبيب و يعني ايه المعلومات الجميله اللي ممكن نتعرف عليها من خلال قدسك. يوحنا الحبيب اولا هو ممكن نتعرف على البلد اللي اتولد فيها. واتولد في فلسطين في بلد اسمها بيت صيدا. كان في بدايه حياته كان صياد، لان ابوه زبدي كان صياد. لو نتعرف على اسرته زبدي ابوه، كانت امه سلومه، وكان اخوه يعقوب. وعاوزين نشوف الشطار هيعرفوا يعقوب الصغير ولا يعقوب الكبير، لان كان في التلاميذ 12 تلميذ، منهم يعقوب الصغير ومنهم يعقوب الكبير. اخو يوحنا كان يعقوب الكبير ولا الصغير؟ يعقوب الصغير ولا الكبير؟ يعقوب الكبير. يعقوب الكبير فعلا. كان ابوه زبدي وامه سلومه، واخوه يعقوب الكبير كان يوحنا، ويعقوب كانوا الاثنين من تلاميذ السيد المسيح ال 12. كان بداية حياتهم كان مع أبوهم، كان صياد وهم كانوا صيادين زيه، كان عايشين في بلدهم. وكان بداية التلمذة كانت على إيد يوحنا المعمدان. لكن أول ما السيد المسيح دعاهم تبعوا السيد المسيح ومشي وراه، ومن ساعتها كانوا تلاميذ من 12 تلميذ. مشهور يا بولا إن كان السيد المسيح بيحب ماري يوحنا جدا، يعني ايه السبب؟ وهل هل هل رب المجد ممكن يحب حد اكتر من حد؟ ولا اكيد هو بيحبنا كلنا طبعا، بيحبنا هو ليه كلنا يعني. لكن يوحنا الحبيب كان يكتب دايما، حتى في الانجيل بتاعه ما كانش يكتب اسمه، كان يكتب في انجيله التلميذ الذي كان يسوع يحبه. فلانه فعلا لما بنشوف في سوره العشاء الرباني بنشوف يوحنا الحبيب كان جايب جنب السيد المسيح، وكان دايما بيتكئ على صدره. فاحنا بنشوف دايما ان كان يوحنا الحبيب واخد منزله خاصه عند السيد المسيح، وكان بيحبه، عشان كده اتسمى بالاسم ده. من وسط دي القابه اللي احنا هنقولها، ده لقب من وسط القابه. طب هو التلميذ بقى كتلميذ من احد تلاميذ السيد المسيح يوحنا، عصر احداث كتير يعني في فتره وجود بابا يسوع على الارض، ممكن قدسك تشرح لنا اكتر؟ هو في احداث معينه كان بيتميز بيها ثلاث تلاميذ بالتحديد. كان نشوف دايما كان ممكن يوحنا الحبيب، وكان معاه يعقوب اخوه، ومعاهم بطرس، ثلاثه. في ثلاث احداث مميزين ما كانش حاضرهم غير الثلاثه دول بس. اول حاجه فيهم في الاحداث دي ان هم حضروا معجزه اقامه ابنه ييروس. تاني حاجه معجزه التجلي على جبل التجلي. ثالث حاجه انهم هم الثلاثة حضروا الصلاة الختامية في بستان جسيماني. وبرضه من الأحداث المهمة اللي حضرها يوحنا الحبيب ان هو كان يتكلف هو وبطرس بتجهيز العشاء الأخير، عشاء الفصح. ولما نشوف عند الصليب برضه بطرس ويوحنا تبعوا لغاية المحاكمة. بطرس ويوحنا، لكن يوحنا التلميذ الوحيد اللي هو كمل معاه لغايه الصليب. حتى السيد المسيح قال له على الصليب في اشاره الى القديسه العذراء مريم، قال له هذه هي امك من اليوم. دي من الحاجات اللي فعلا السيد المسيح كلفه بيها، وكان فعلا مسؤوليه كبيره. لكن يوحنا الحبيب عاش وكرس حياته لغايه نياحه امنا العذراء وهو عايش معاها. طبعا السيد المسيح قال له هذه امك، وقال لامنا العذراء هذا ابنك. هذا ابنك. فمن ساعتها بقي مسؤول عن امنا العذراء. خدها في بيته حوالي 15 سنه. حوالي 15 سنه تقريبا. بيحكى ان في التاريخ الكنسي ان هو عاش معاها الفتره دي، وكان بيكرز ويخدم في اورشليم لغايه نياحتها
بعد كده اتحرك لمنطقة آسيا الصغرى. آسيا الصغرى كان فيها عاصمة كبيرة اللي هي مدينة أفسس العظيمة. فمن ساعتها كان بداية كراسته بره أورشليم، وبعدها ابتدى يكون مدن كتيرة كتيرة، المدن اللي ذكرت في سفر الرؤية بعد كده. طبعا طبعا. يوحنا كتب أسفار في الكتاب المقدس أو في العهد الجديد. أنا عاوز الأول نسأل ولادنا، هو كتب كم سفر في العهد الجديد؟ يا أولاد مين عارف؟ كم سفر في العهد الجديد كتبهم يوحنا الحبيب؟ وإيه كمان؟ وإنجيل يوحنا. وكتب كم رسالة؟ وكتب ثلاث رسائل. إحنا بنبص للعهد الجديد إنه بيتكون من 27 سفر، منهم خمسة ليوحنا الحبيب. أول حاجة إنجيل معلمنا يوحنا الحبيب، ثلاث رسائل، وبعد كده سفر الرؤيا اللي كتبه هو في جزيرة بطمس في النفي. لأنه لما تعرض الأسفار الجميلة بصراحة، سفر رائع جدا. وعشان كده من وسط الألقاب اللي اتقالت عليه إن هو يوحنا الرائي. لأنه طب نتكلم بقى عن ألقابه كلها يا ابونا. ألقابه جميلة جدا وليها معاني، يعني كل اسم وليه معنى. أول حاجة هو يوحنا الرسول لأنه كان من 12 تلميذ. تمام. هو يوحنا الحبيب لأنه هو التلميذ الذي كان يسوع يحبه. هو يوحنا الرائي لأنه كاتب سفر الرؤيا وشاف رؤيا عظيمة. هو يوحنا الإنجيلي لأنه كتب الإنجيل. تمام. هو يوحنا اللاهوتي لأنه هو اتعمق جدا في اللاهوتيات لدرجة أنه تسمى برضو يوحنا اللاهوتي. وكان برضو في بيتسمى يوحنا بن زبدي باسم أبوه. فدي كلها ألقابه اللي اتشهر بيها. قدس أبونا، يعني يهمنا برضو نعرف آخر أيامه اللي عاشها على الأرض يوحنا الحبيب ونياحته والأحداث اللي كانت مرتبطة بالحدث ده. هو في آخر حياته كانت اتقبض عليه وتعرض لتعذيب شديد، واتنفى في جزيرة بطمس لمدة سنة ونص قضاها في بطمس في النفي. المدة الزمنية تقريبا متقدرة سنة 95 ميلادية. تمام. خلال الفترة السنة ونص دول كتب سفر الرؤيا. تمام. بعدها خرج وابتدى يكمل كراسته وتبشيره. يحكى انه لما ابتدى يكبر في السن كان الولاد بيشيلوه وما كانش بيقدر يتكلم ولا يوعظ كتير، فكان بيقول جملة مشهورة، يقول يا اولادي احبوا بعضكم بعض. يا اولادي احبوا بعضكم بعض. طب ما تيجوا نقولها مع بعض يا اولاد. يا اولادي احبوا بعضكم بعض. والجملة دي كان ممكن ولاد يسمعوها كتير منه ويتضايقوا شوية، يقولوا له انت ما عندكش غير الجملة دي. كل شوية تقول الجملة دي. بس هي جملة شاملة يا ابونا. فهو كان يرد عليهم يقول لهم ان دي اعظم الوصايا اللي رب المجد ادهالنا، ولو احنا عملناها هنضمن مكان في الابدية. الله. فكان فعلا هو شايف ان المحبة هي الغلبة على كل شيء، وبتتميز الثلاث رسائل اللي كتبها بانها رسائل المحبة. طبعا طبعا. كتب ثلاث رسائل هي رسائل محبة فعلا. وفي نهاية حياته بيقدروا تاريخ نياحته في سنة 100 ميلادية. فبكده بيقولوا انه دخل يعتبر ما بين قرنين، يعني هو عاصر السيد المسيح وعاصر الرسل كلهم وعاصر الكنيسة الأولى. فكده كمان بيوصل الإيمان للكنيسة في القرن الثاني. الله الله. وفي نفس الوقت هو في آخر فترة حياته دي كان هو الشاهد الأمين على كل المعجزات اللي حصلت، لأنه كان حاضر معجزات عينية شافها بعينيه. فبناء عليها فعلا عاش الفترة دي، يمكن ربنا اداله العمر وهو التلميذ الوحيد اللي ما نالش إكليل الشهادة. بس هو أخد أكاليل تانية زي إكليل البتولية لأنه ما اتجوزش، وخد إكليل القداسة لأنه كان قديس في حياته كلها وفي تبشيره وفي طاعته وفي احتماله، فخد أكاليل غير أكليل الشهادة. ونقدر نقول مجازا إكليل محبة بابا يسوع ليه، يعني طبعا دي كلها بركة كبيرة. لقب الحبيب يعني. وفعلا هو التلميذ اللي اتكأ على صدر السيد المسيح، ودي بركة كبيرة طبعا، هو الوحيد المميز فيها. قدس أبونا، أنا مش عارف أشكر قدسك إزاي، معلومات جميلة ممكن يكون بعضها جديد علينا أو ما كناش فاكرينه بنتذكره سوا. أولادنا الحلوين بيسمعوا معلومات حلوة، أولادنا اللي بيتفرجوا علينا في البيوت كذلك. قدس أبونا يوسف، أنا بشكر قدسك جدا، نورتنا في الحلقة.
شرفنا. ويا رب يا اولاد نكون استفدنا من الكلام اللي قاله لنا ابونا. وتعالوا نراجع سوا الجمله اللي كان بيقولها يوحنا الحبيب دايما: يا اولادي احبوا بعضكم بعضا. حبايبي اللي بيتفرجوا علينا في البيوت، الاطفال الجمال اللي حوالينا دول من مدينه العاشر من رمضان جم هنا عشان يسجلوا معانا الحلقات. عشان كده هنقول لكم شويه معلومات صغيره عن مدينه العاشر من رمضان واهم اللي بيميزها. مدينه العاشر من رمضان هي مدينه بتقع في محافظه الشرقيه، تتبع هيئه المجتمعات العمرانيه، تعتبر من مدن الجيل الاول، يعني مش مدينه حديثه قوي. تعد من اكبر المدن الصناعيه الجديده فعلا. احنا واحنا جايين على الطريق شايفين مصانع وحاجات صروح عملاقه ومصانع هايله جدا، ويعني تعتبر مدينه صناعيه كمان، اقرب مدينه صناعيه للقاهره، وتم انشائها سنه 1977. اهلا بيكم يا اطفال والعاشر من رمضان، اهلا بيكم. حبايبي الحلوين، بعد ما سمعنا كتير من قدس ابونا عن قصه يوحنا الحبيب، وعرفنا معلومات عن مدينه العاشر من رمضان اللي مشرفنا منها الاطفال اللي قدامكم، هنطلع فاصل صغير ونرجع مع انكل مايكل والمسابقات والمعلومات. فاصل صغير. استنوا هنا، رايحين على فين؟ خليكوا ويانا يا حلوين. عم بشارة موجود ما مشيش، كلها كام ثانية وراجعين. التمجيد والتسبيح للسيد المسيح، ونبدأ بمجد ماري يوحنا الحبيب. كان صياد مع أخو يعقوب وزبدي أبو، وسلومي كانت أمه ماري يوحنا الحبيب. دعاه المخلص مع أخوه ونرجس، ومعنا ابني الرحمن يوحنا الحبيب. رافق الرب إيسوس في إقامة ابنة ييروس، وعلى جبل التجلي ماري يوحنا الحبيب. رأى موسى وإيليا مع الرب المسيا بهيئة نورانية ماري يوحنا الحبيب. من يسوع اقترب بالنعمة على صدره اتكى ماري يوحنا الحبيب. كنت بتسند على صدره وبتسمع دقات قلبه، ففض قلبك من حبه ماري يوحنا الحبيب. ومشيت ورا المسيح من المحنة للصليب، شاهدت الآلم والتعذيب ماري يوحنا الحبيب. وحدك عند الصليب تحت أقدام الحبيب، على من حبك العادي ماري يوحنا الحبيب. ائتمنك إله على العذراء في حياتي، وقاله ودا أمه ماري يوحنا الحبيب. وفي وسط ألامه وجه لي أمه كلامه، وقاله ودا ابني ماري يوحنا الحبيب. بعد قيامة الفادي قصد القبر الخالي، كان أول من عايا ماري يوحنا الحبيب. وبعد الصعود شاف الأعراج المقعد مع بطرس الرسول ماري يوحنا الحبيب. بشر في أفسس وكل أرباع آسيا، ونفي إلى بطمس ماري يوحنا الحبيب. كتب أصفر خمسة إنجيل وسفر الرؤيا، ورسائل ثلاث ماري يوحنا الحبيب. وفي
بمحبة إلهه ناري يوحنا الحاكم. المحبة هي حياتك، المحبة في أعمالك وفي كل كلامك. ناري يوحنا الحاكم، صل أمام الديان، تثبتنا على الإيمان إلى آخر الأزمان. ناري يوحنا الحاكم، في الرابع من طوبى بنعيد لأبونا عيد يا حمهيمة. ناري يوحنا الحاكم، صلواته تكون معنا، غلظاته ترفعنا للرب فيقبلنا. ناري يوحنا الحاكم، أعطينا يا مسيا محبة نارية كما كانت لحبيبنا. ناري يوحنا الحاكم، طوبى ثم طوبى أيها الحضر المأنوس، الملائكة ترتل لك أكسيوس أكسيوس أكسيوس، تفسير اسمك في أفواه كل المؤمنين، الكل يقولون يا إله ناري يوحنا أعدنا أجمعين. اهلا بيكم اصحابي حلوين الجمال، بتفرجوا علينا في كل بيت سواء في مصر او حتى خارج مصر. حاجه جميله ان انتم بتتابعونا، بنفرح قوي بيكم على فكره. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، والحقيقه بنشكر قوي عم بشار، حكى لنا قصه هو وكان طبعا ابونا كانوا موجودين وحكوا لنا قصه جميله، وهنسال فيها سؤال في اخر حلقه مش هننسى ده. بس اهم حاجه ارحب بكل اصحابي الموجودين معايا النهارده، اهلا بيكم، فرحانين قوي ان احنا في وسطكم النهارده. احنا الحقيقه النهارده في كنيسه القديسه العذراء مريم ويوحنا ماري يوحنا الحبيب.
عظيم قوي ان الصحاب معايا هم اللي مستضيفيننا، مستضيفين برنامج عم بشاره، وفرحانين قوي ان احنا وسطهم النهارده نلعب ونتسابق ونحكي حكايات ونفرح جدا في اجواء مختلفه وجميله النهارده معاهم. وصلنا دلوقتي يا اولاد لفقره المسابقات. مين متحمس؟ مين متحمس؟ كله متحمس؟ عندنا حاجات كتير قوي، عندنا مسابقات وعندنا كمان مواهب حلوه انتوا هتقدموها لنا، مش احنا اللي جايين نعمل كل حاجه، انتوا كمان جايين النهارده تقدموا لنا حاجات حلوه وجميله وتقدموا لكل الناس اللي بيتفرجوا عليكم النهارده، اصحابكم اللي بيتفرجوا عليكم يتفرجوا على كمان مواهب الحلوه اللي عندكم، وكمان الاسئله اللي دايما بنفتكر بيها حاجات كتير او نفكر بعض بيها او حتى نعرفها لو ما كناش لسه اتعرفنا عليها او معلومه ما عدتش علينا بنعرفها مع بعض ونتعلمها مع بعض. هدايا كتير عم بشاره جايبها لنا وهو هنوزعها طبعا على كل اصحابنا اللي هيكسبوا النهارده معانا، وعندنا كمان العاب هنلعبها في وسط حلقتنا النهارده. فكركم بسرعه بالمسابقه بتاعتنا، عباره عن المسابقه بتاعتنا هي مجموعات اسئله كتير عباره عن كور كتير بتنزل قدامنا على الشاشه، 12 مجموعه اسئله، وكل مجموعه من دول مليانه اسئله كتير خالص. فيها كام سؤال؟ مين عارف؟ فيها خمس اسئله. برافو عليكم، خمس اسئله، كل سؤال من الاسئله دي بيسالها لنا واحد من الحيوانات صحابنا، مش احنا اللي بنسال، الكنترول بيطلع وبيسال لنا السؤال باللغه او بالصوت بتاع الحيوان بتاعنا. اول سؤال بيساله لنا واحد بيجري في الميه بسرعه واسمها السمكه، برافو عليكم. وتاني سؤال بيساله الارنب بياكل جزر جميل او الارنب ده. تالت سؤال بقى ده واحد شقي قوي اسمه القرد، بيخوفنا شويه عشان شقي. والرابع الطويله بتاعتنا الزرافه. وخامس سؤال واخر سؤال في المجموعه هو الاسد، برافو عليكم كلكم شاطرين وعارفين الاسد، وده اخر تحدي لينا مع المتسابق اللي بيختار اسمه وبيقعد معانا على الكرسي اللي جنبي بيتسابق معانا، وكلنا بنشجعه قوي قوي لو جاوب صح، وحتى لو ما جاوبش صح نحاول نشجعه برده لان هو اكيد عمل مجهود. يلا نبتدي مع بعض الاسئله بتاعتنا، يلا تيجوا نشجع بعض قوي الاول كده عشان نسخن، تعالوا نسقف لبعض كويس قوي كده بالاول. ايوه برافو عليكم، عايزين نشاط. ايوه كل ما صوتكم يبقى اعلى كده كل ما احس ان انتوا ايه موجودين ومتواجدين. يلا بينا نشوف اول متسابق هيكون معانا النهارده وناخد اسمه، هيكون اسمه جورج بشوي. فين جورج بشوي؟ حلو خالص، يلا في جورج، تعالوا نسقف جورج جامد قوي نشجعه برده. اهلا بيك يا جورج، تعرف عليك الاول في المايك، سنك كام سنه؟ 12 سنه. عندك 12؟ طب امسك المايك يلا عشان تتكلم فيه. عندك 12 سنه يا بشوي. طيب حلو خالص، تعيش فين بقى؟ ساكن فين؟ في العاشر من رمضان. ساكن في العاشر، كنيستك ايه؟ مارجرجس. حلو مارجرجس، بتروح للكنيسه، مواظب على الكنيسه؟ اه. حلو خالص، عندك رياضه، بتلعب رياضه معينه يا جورج؟ اه. ايه بتلعب ايه؟ كوره. بتلعب كوره؟ حلو خالص، ومتفوق في الكوره، ايه مركزك في الكوره؟ بتلعب هجوم بقى تجيب جوان؟ خط وسط. خط وسط. تظبط اللعب يعني صح؟ الدفاع والهجوم. يلا يا رب كمان تظبط الاداء بقى النهارده معانا في الاسئله. جاهز؟ جاهز. ندخل على الاسئله على طول؟ اه. يلا بينا، قلنا زي ما قلنا في الاول كده في المقدمه ان احنا عندنا مجموعات اسئله كتير خالص يا جورج صح؟ عندنا كام مجموعه؟ عندنا 12 مجموعه اسئله صح؟ صح. 12 مجموعه اسئله بتختار لي رقم منهم من 1 ل 12، تختار رقم كام؟ 4. 4 حلو، رقم كده في النص. انت راجل خط وسط ها؟ ماشي، رقم 4 اختاره لي جورج، ومجموعه رقم 4 مليانه اسئله كتير زي ما اتفقنا. فيها كام سؤال قلنا؟ خمس أسئلة يا جورج، خمس أسئلة. بس أول سؤال بتسأله لنا اللي بتجري بسرعة في المية دي اسمها إيه؟ سمكة. سمكة، يلا نشوف ونسمع السمكة هتقول لك إيه يا جورج. اغسل لي في أبيض أكثر من السحاب ولا الثلج ولا البيض؟ الثلج. الثلج مزمور صح؟ مزمور ده يا جورج. مزمور 51 وآية 7 يقول كده اغسلني فأبيض أكثر من الثلج. الثلج. عارفها حافظها ها؟ مش متلخبط فيها. إجابتك صح طبعًا، تعالى نسقف له جامد قوي نشجعه طبعًا، برافو عليه. جورج أول إجابته طبعًا مظبوطة. حلوة قوي يا جورج، أول سؤال صح، يبقى لسه عندنا أسئلة كتير بس في حماس كده يدخلنا على السؤال التاني صح؟ يلا سؤالنا التاني هيكون بيسأله لنا اللي قلنا اسمه ال القرد. لا الثاني، الثاني اسمه الارنب. يلا نشوف الارنب سؤاله الثاني لجورج هيكون ايه نسمع. حد يعرف يا صحابي ابن الاسد اسمه ايه؟ دغفل ولا هجرس ولا شبل؟ شبل. اسم ابن الاسد شبل. شبل ولا دغلف ولا هجرس؟ قلت لي الشبل. متأكد؟ متأكد. احنا ما بنلحقش نعد، طبعا احنا عندنا 30 ثانية في كل سؤال، لكن ما بنلحقش نعد ثواني معاك يا جورج، انت شاطر خالص وعارف اجابات سريعة جدا واجاباتك كلها صح. تعالوا نسأل قوي 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 جورج، طبعا اجابته مظبوطة.
شاطر يا جورج، هايل وماشي كويس خالص. عايزين نكمل اسئلتنا بنفس الثقه الجميله اللي انت فيها دي وابتسامتك الجميله. يلا نشوف سؤالنا الثالث. الشقي اسمه ال قرد. قرد ده ايه؟ القرد بقى الثالث ده القرد الشقي قوي بتاعنا. يلا نشوف القرد الشقي هيقول ايه لجورج. يلا نسمع. أصيب زكريا الكاهن بالخرس المؤقت لأنه نقط. خاف من الملاك عند ظهوره؟ ولا ارتبك أثناء تقديم البخور؟ ولا لم يصدق ما قاله له الملاك؟ زكريا الكاهن اتصاب بخرس بس مؤقت. ليه؟ علشان هو خاف من الملاك لما ظهر له؟ ولا علشان هو ارتبك لما كان بيقدم البخور؟ ولا علشان ما صدقش كلام الملاك؟ ما صدقش كلام الملاك. الملاك كان بيبشره بحاجه وما صدقش كلامه، صح كده؟ اه. لوقا 1 من 18 ل 20 تقول لنا القصه ان هو كان بيبشره بميلاد يوحنا المعمدان وهو ما صدقش، صح؟ فعشان كده اتصاب بخرس. اجابتك مظبوطه جدا. يلا نسقف جامد قوي لجورج. طبعا مظبوط طبعا عشان ما صدقش كلام الملاك. برافو عليك يا جورج، مبسوطين قوي منك. كل اصحابك هم بيشجعوك جامد، بيسقفوا لك حلو قوي. يلا عندنا دلوقتي السؤال رقم 4 الطويله بتاعتنا اسمها ايه؟ الزرافه. يلا نشوف الزرافه تسالك تقول لك ايه. تعالوا نحسب مع بعض عدد ايام شهر اغسطس زائد عدد ايام شهر ديسمبر زائد عدد ايام شهر سبتمبر، يبقوا كام؟ 90 يوم ولا 91 يوم ولا 92 يوم؟ طيب هو ده السؤال ده طبعا عايز حد يكون عارف كل شهر عباره عن كام يوم؟ اغسطس، ديسمبر، سبتمبر، كام يوم في كل شهر من دول نجمعهم على بعض؟ يدينا 90 و 91 و 92. اغسطس كام يوم؟ ديسمبر كام يوم؟ سبتمبر كام يوم؟ 92. 92 اغسطس زائد ديسمبر زائد سبتمبر. 92 يوم، يعني كده معناها ان في شهرين 31 وشهر 30، صح؟ أوه. اغسطس هو 31 يوم، ديسمبر 31 يوم، سبتمبر 30 يوم. اجابتك مظبوطه. تعالوا سقف جامد جدا طبعا. برافو عليك، شاطر يا جورج. وبكده جورج يكون فاجئنا انه وصل لاخر سؤال في مجموعتنا. اخر تحدي دايما متحداه مع اصحابنا، النهارده هو سؤال الأسد. يلا نشوف ونسمع الاسد يقول ايه لجورج. لو جاوبته صح تكسب المسابقه بتاعتنا. ركز كويس قوي ويلا نشوف هيقول لك ايه. كم مرة نزل نعمان رئيس جيش ملك أرام نهر الأردن ليشفى من مرضه؟ يا ترى 3 مرات ولا 5 مرات ولا 7 مرات؟ كم مرة نزل نعمان رئيس جيش ملك أرام نهر الأردن ليشفى من مرضه؟ نزل كام مرة؟ 3 ولا 5 ولا 7 مرات؟ 3. نعمان كان مريض بإيه؟ ونزل كام مرة زي ما أليشع النبي قال له في القصة؟ قال له انزل كذا مرة علشان تشفى من مرضك. افتكر القصة دي، افتكر نزل كام مرة؟ 7. 3 5 7. قلت 7. 7 آخر إجابة؟ 7. جورج قال لنا 7 مرات نزل نعمان رئيس جيش ملك أرام. إجابة جورج الحقيقة إجابة مظبوطة، عشان كده سقفه جامد قوي. كسب معانا جورج وثبتنا النهارده. برافو يا جورج خالص، برافو عليك يا جورج. تاخد هدية طبعا، تاخد هدية من برنامج عم بشارة. ميرسي خالص جورج، تقدر ارجع مكانك بسرعة تاني. ميرسي خالص يا جورج، جدع حلو خالص. صحابنا الشطار دول اللي بيفاجئونا بالمعلومات الجميلة والسريعة واللي مش مترددين فيها، عشان هم بيكونوا فعلا عارفينها وحافظينها. بنشكر قوي جورج وكل اصحابنا اللي حتى حاولوا يحلوا المسابقة معانا حتى في البيوت، حتى كانوا بيتفرجوا علينا النهارده وجاوبوا الإجابات صح، نشكرهم، برافو عليكم. طيب دلوقتي جه وقت بقى إن احنا نسمع لأصحابنا اللي احنا وسطهم دلوقتي. عندنا مواهب كتير قوي الحقيقة، عايز أعرفكم النهاردة على موهبة من المواهب الجميلة خالص اللي محضرينها النهاردة معانا. معانا إيلاريا ثروت. أهلا إيلاريا، إزيك؟ تعالوا نشجع إيلاريا جامد قوي، سقف لها. أهلا إيلاريا، إزيك؟ أنا اسمي إيلاريا ثروت من العاشر من رمضان. حلو خالص. ميسة ماري جيكس. حلو خالص. إيلاريا قولي لي بقى مواهبك كده، بتعملي إيه؟ برنم. لا بصوت عالي في المايك. بتعملي إيه في الصيف؟ هل بترنمي؟ بتعملي رياضة؟ بتروحي أماكن مختلفة؟ بتخرجي مع أصحابك؟ عرفينا كده حياتك عاملة إزاي؟
انا حياتي في الاجازه كلها في الكنيسه. حلو خالص، شاطره. تدريبات انشطه معينه يعني في الكنيسه، ولا بس بتروحي تقعدي مع اصحابك و... لا انشطتي مع تصوني فيبي بتدربني الصوت وبتقولي ما تاكليش كده، يعني حاجات اللي بتحافظ على صوتي. بتتدربي في الصوت كتير؟ نعم. اوكي، بتعملي اي حاجه موهبه معينه؟ بترسمي، بتعزفي، بتعملي حاجه ولا؟ لا انا مهتمه الموهبه بتاعت الصوت اكتر حاجه. حلو خالص يا لاري. طب يا لاري هتسمعيني ايه النهارده بقى؟ محضره لنا ايه؟ ترنيمه للعذراء. ترنيمه للعذراء؟ خلينا نسمع منك، هتسمعينا ترنيمه للعذراء. مريم يا ابنتي وقيم لك منا كل التعظيم، مجدك اسمى من سرافيم يا ام الرب الرحيم. مريم يا ابنتي وقيم لك منا كل التعظيم، مجدك اسمى من سرافيم يا ام الرب الرحيم. يا تبرثينوس يا ام يسوس يا نجمه بتضوي في الفردوس، يا من ولدت بخريستوس لشفاتك على ابليس بندوس. انتي فرح امنا حواء وخلاص النبي اشعياء، حملتي حملي السماء وولدتي وانتي عذراء. انتي فرح امنا حواء وخلاص النبي اشعياء، حملتي حملي السماء وولدتي وانتي عذراء. ربك شفتي وكمان شلتي وشرب لبنك وارضاتي، الرب يسوع ازاي حويتي ده سر خفي بنحتر فيه. عايز قفلها جامد قوي، تعالوا شجعها جدا جدا، شاطره قوي إيلاريا، فرحان قوي بيكي ومبسوط قوي بيكي، برافو عليكي، وفعلا شاطره ان انت تعرفي تنمي الموهبه بتاعتك لكل اصحابنا اللي بيتفرجوا علينا واللي قاعدين معانا. حلو قوي الواحد يبقى عنده موهبه ويكبرها، بلاش يبقى عندنا موهبه وما نهتمش بيها خساره، يعني حلو قوي ان ربنا يبقى بيدينا كده وزنه حلوه نكبرها ونستثمرها لمجد اسمه زي ما بنقول. طيب لسه مكملين مع بعض وعندنا اسئله كتيره ومعلومات كتيره، تعالوا نختار اسم متسابق تاني. مين جاهز؟ مين عايز يتسابق؟ كله يرفع ايده. مين عايز؟ ناس خايفه. تعالوا نشوف مين اللي طلع لنا دلوقتي في الاسم. طلع لنا بولا ماجد. يلا بولا تعالوا نسقف جامد قوي، نشجع بولا صاحبنا ونشوف بولا اخباره ايه وهيعمل ايه معانا النهارده. اهلا بيك يا بولا، الاول عرفنا بيك. اسمي بولا ماجد من العاشر من رمضان، عندي 12 سنه. انت واثق من نفسك زياده صح؟ انا حاسس كده صوتك فيه قوه وفيه ثقه جميله قوي يا بولا، يا رب النهارده تكسب معانا، عايز اشجعك قوي. ان شاء الله الاسئله كلها تبقى سهله، بس بالراحه كده ناخد وقتنا، معانا 30 ثانيه في كل سؤال نقدر نجاوب براحتنا، بس اهم حاجه نجاوب صح. ماشي؟ طيب الاول بس عرفنا بيك اكتر، انا حابب قوي اعرف انت عندك نشاط، بتلعب ايه؟ بتلعب كوره في الصيف ولا بتعمل ايه؟ بلعب كوره. مين مسك الاعلى؟ محمد صلاح حبيب الملايين. محمد صلاح. مين تاني تحب تلعب كوره فين؟ في خط وسط ولا في دفاع ولا هجوم؟ دفاع. تحب الدفاع؟ طب حلو خالص، دفاع ده حاجه مهمه جدا لان من غيره هيخش فينا جوان كتير صح؟ ماشي يا بولا، مبسوطين قوي ان انت معانا النهارده ويا رب تكسب زي ما بنقول، بس اهم حاجه لازم الاول نختار رقم مجموعه. احنا عندنا مجموعات كتير يا بولا، عندنا 15 مجموعه اسئله، انا اسف 12 مجموعه اسئله زي الساعه كده، 12 مجموعه اسئله، في مجموعه رقم 4 خدها صاحبنا جوش، بس اي مجموعه تانية ممكن نختار، نختار كام؟ واحد. المجموعه الاولى فيها كام سؤال يا بولا عارف؟ خمس اسئله. هايل، خمس اسئله بس كل سؤال بيسالوه لنا واحد مختلف. اول سؤال بتساله لنا ايه؟ السمك. يلا نشوف ونسمع السمكه هتقول لك ايه. الموت المسرور نقط الله، يفرحه ولا يحبه ولا يحميه؟ يحبه. المعطي المسرور يحبه. يحبه الله. سهلة قوي، آية معروفة في كورنثوس الثانية 9:7، إجابتك مظبوطة. تعالوا نسقف له جامد قوي، نشجعه، برافو عليك يا بولا.
سؤالنا الثاني، الشاي بتاعنا او مش الشاي قوي يعني، بياكل كده جزر كده وصغير وديع، اسمه ايه ده؟ ارنب. اسمه ارنب. تعالوا نشوف ونسمع الارنب بيقول ايه الفل. لفايف المذبح بترمز لايه؟ للقديسه العذراء مريم، ولا لاكفان السيد المسيح، ولا للمعموديه؟ ايه اللي بتشير ليه لفايف المذبح؟ لفايف، اللفايف بتاعت المذبح بتشير ليه؟ للقديسه العذراء مريم، ولا لاكفان السيد المسيح، ولا للمعموديه؟ الاكفان، اكفان السيد المسيح. اللفايف بتاعت المذبح بتشير للاكفان بتاعت رب المجد يسوع، مظبوط؟ طبعا اجابه مظبوطه. الامس قف قوي قوي طبعا. برافو يا بولا، اجابه صح ومش محتاجه تفكير كتير، برافو عليك. وصلنا للشقي بتاعنا اللي اسمه القرد. القرد، السؤال الثالث، القرد. يلا نشوف نسمع القرد هيقول ايه. ما اسم المضيق اللي موجود بين قارتي افريقيا واوروبا؟ باب المندب، جبل طارق، بنما. السؤال، السؤال بيتكلم على الجغرافيا. في مضيق بيقع بين قارتين افريقيا واوروبا، المضيق ده اسمه ايه؟ مضيق باب المندب، ولا مضيق جبل طارق، ولا مضيق بنما؟ مضيق بنما. ركز تاني بالراحه، احنا عندنا قارتين افريقيا واوروبا، في مضيق، مضيق يعني ايه؟ معبر ميه صغير جدا بيفصل بين القارتين دول. طيب المعبر ده او المضيق ده اسمه ايه؟ اسمه مضيق باب المندب، ولا جبل طارق، ولا بنما؟ باب المندب. باب المندب، أكد آخر إجابة، باب المندب. طيب الحقيقة إحنا عندنا فعلا مضيق صغير لكن مهم جدا بين قارة أفريقيا وقارة أوروبا. المضيق ده عند تقريبا المغرب وأسبانيا، الحتة اللي في طرف قارة أفريقيا وفي طرف قارة أوروبا، والمضيق ده اسمه مضيق جبل طارق. للأسف مش باب المندب ومش بنما. هارد لك يا بولا، انت شاطر خالص، بس معلش ممكن يكون في معلومات زي ما دايما بنقول، في معلومات ممكن تكون مش بتعدي على صحابنا، او ممكن تكون تفوت مننا كده زي ما بنقول. معلش هارد لك ليك مره ثانيه. يلا روح اتفضل على مكانك ثاني. ميرسي خالص يا بولا، بس لسه عندنا فرصه ثاني لكل اصحابنا، لسه عندنا مسابقات كتير، لكن انا حابب قوي ان احنا نكمل دلوقتي، بس نكمل بلعبه، نعمل حركه شويه، صح؟ ايه رايكم؟ نتحرك شويه، نلعب لعبه. احنا زي ما شايفين دلوقتي قدامنا في اللوكيشن بتاعنا في مجموعات من الكور كتير، وفي كمان اسهم. خلينا نبتدي نلعب بالكور، بس قبل ما اشرح لكم اللعبه تعالوا نشوف مين الاثنين المتسابقين اللي هيلعبوا معايا النهارده لعبه الكور. كله جاهز؟ كله مستعد؟ لعبه الكور دي سهله، مين عايز يلعب؟ مين عايز يلعب؟ حلو خالص. يلا عندنا الاول، المتسابق الاول هي مارينا ايمن. في مارينا، يلا بسرعه قوي يا مارينا. مارينا معانا، هي المتسابقه الاولى في لعبه الكور، والمتسابق الثاني هو ريمون سامح. يبقى عندنا مارينا وعندنا ريمون. تعالوا بسرعه نشرح لكم بسرعه ايه هي اللعبه بتاعتنا. لعبتنا النهارده هي لعبه الكور. الكور دي اللي قدامنا موجود على الارض في حتت كتير خالص، هي مارينا، وكل واحد فينا هياخد باسكت، او كل واحد ليه سله. طيب نقول مثلا ان انت اسمك ايه؟ ريمون. ريمون هنا ومارينا هنا عند الاحمر، عشان ريمون ولد ياخد الباسكت الازرق وانا تاخد الباسكت الاحمر. اللي بنعمله ان احنا اول ما الموسيقى تبتدي نحاول نلم اكبر عدد من الكور جوه السله بتاعتنا. اهم حاجه واهم قاعده لازم نقولها ان ما ينفعش نلم كذا كوره في نفس المره، لازم ناخد كوره واحده نحطها في السله والباسكت ونرجع ناخد كوره ثانيه وهكذا. اكبر عدد من الكور هنقدر نجمعه في الوقت بتاعنا او في الموسيقى بتاعتنا طول ما هي شغاله هو ده يبقى المتسابق اللي كسب معانا. فهمتوا؟ حد عنده سؤال؟ كله جاهز؟ يلا بينا، يلا نسمع الموسيقى. واحد اتنين تلاتة، يلا بسرعة مارينا. كرة واحدة بس، كرة واحدة بس كل مرة. برافو، لا كرة واحدة بس ريمون، كرة واحدة بس مش كرة كتير، هنشيل كور زيادة، هنشيل كور زيادة. يلا مارينا أسرع 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 حاجة، أسرع حاجة، لسه في وقت كتير، لسه عندنا وقت. كرة واحدة بس، اوعى نشيل اكتر من كوره، مش عايزين غش. يلا كوره واحده بسرعه بسرعه، اسرع اسرع. الكوره الصغيره معانا برضه، الكوره الصغيره معانا، كله معانا. يلا اسرع حاجه اسرع حاجه. برافو يا مارينا، برافو يا بولا، يلا شاطر. يلا اسرع اسرع، احنا نقف ولا ايه؟ يلا اسرع، عايزين اسرع من كده، لسه في وقت، لسه في وقت نحط كور اكتر. يلا يلا بولا ومارينا، اتنين شطار خالص مكملين، بس خلاص وقتنا خلص والموسيقى بتاعتنا خلصت.
نحط الكور من ايدينا ونعد كور مارينا وبولا. طبعا احجام الكور مختلفه، ممكن الشكل يبقى كتير. تعالوا نعد ونشوف. مارينا نعد مع بعض، نعد مع بعض كلنا كم كوره عند مارينا. يلا نشوف. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 20 22 كوره مارينا حطها لنا. يلا بسرعه نشوف ريمون عمل ايه، عمل الرقم ده ولا عمل اقل. احنا قلنا كام هنا يا مارينا؟ 22. يلا نشوف هنا هنعد كام كوره بولا. يلا 1 عدوا معايا، 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 كوره ريمون، 22 كوره مارينا. طبعا مارينا تبقى كسبت، طبعا شجع مارينا جامد قوي. برافو مارينا، نديها طبعا هديه. برافو عليك يا مارينا، شاطره خالص، حلو خالص. يبقى احنا لعبنا لعبه مع مارينا وريمون، لكن طبعا قلنا عدد الكور الاكثر في السله الوقت بتاعنا الصغير هو اللي كسب. مارينا هي اللي كانت كسبانه ب 22 كوره. ميرسي يا ريمون، ميرسي يا مارينا، لعبتوا معانا وفرحتونا. لسه مكملين وعندنا حاجات كتير عايزين نعملها، زي مثلا ان احنا نسمع موهبه من المواهب الجميله اللي عندنا النهارده. عندنا مين؟ عندنا روبير عصام. روبير من المواهب الجميله النهارده هتبسطنا. الاول نتعرف بيك يا روبير. انا روبير عندي 12 سنه. سنه كام يا روبير؟ رايح اولى اعدادي. رايح اولى اعدادي، حلو خالص. طيب عملت ايه في ابتدائي؟ خلصت كده على خير؟ نص نص ولا متفوق؟ لا متفوق. حلو خالص، عظيم. طيب بتروح كنيسه ايه يا روبير؟ كنيسه ماري جيرجس. كنيسه ماري جيرجس، عظيم. طيب قول لي بقى انت ايه المواهب بتاعتك؟ عشان انا بحب قوي اعرف مواهب صحابنا كده واحنا في الصيف قبل ما نخش على الدراسه. الحان. بتحب الالحان، حلو. بتعمل رياضه وبتعمل حاجه ثانيه ولا بس بتحب تقعد كنيسه؟ اه بحب الرياضه. حلو، بتلعب رياضه ايه؟ باسكت وكوره. حلو خالص، انت طويل فعلا، حلو تنفع في الباسكت والكوره دي، مفيش حد في مصر ما بيلعبش كوره صح؟ حلو قوي. يلا يا روبير، طيب هتسمعنا ايه النهارده بقى؟ عرفني انت النهارده محضر لنا ايه لحن؟ لحن توبي جين. توبي جين. توبي جين. طب يلا نسمعه معاك؟ يلا بينا، اتفضل. توبي جيني اتفي ايه مفروش اني باز ماني جومنوش اني كمان ليون انت بما ان ارشوشي هين انت بخريستوس بنوتي تشفيونو يروساليم انت تفنت في قانن نوفينا سقف له جامد قوي. هايل يا روبير، شكرا خالص. مش عارف اقول لك ايه، انا بحب قوي اصحابنا اللي بيقولوا الحان وبيحفظوا الحان، ف
فتره حلوه قوي في الصيف احنا نستغلها ان احنا نعرف نحفظ بالذات لما يكون صوتنا حلو كده. ميرسي يا روبير، صوتك حلو قوي، عربك جميله. يلا اتفضل ارجع مكانك تاني بسرعه. احنا الحقيقه لسه الاولاد عندنا وقت ناخد متسابق كمان في حلقتنا النهارده، ولسه عايزين نكمل في مسابقاتنا. زي ما بنقول مسابقاتنا حلوه بتفكرنا بحاجات كتير، بنتكلم في اسئله في العهد القديم والعهد الجديد، بنجري بسرعه في طقوس والحان الكنيسه او معلومات عن كنيستنا القبطيه الجميله، وممكن كمان يكون في معلومات بناخدها في المدرسه سواء في التاريخ، الجغرافيا، الحساب، الحاجات دي كلها بتنشط لنا دايما ذهننا ومعلوماتنا. يلا نشوف بسرعه عندنا مين متسابق تاني ناخده بسرعه قبل حلقتنا ما تخلص، وقت حلقتنا ما يخلص. معانا مارينا نبيل. تي مارينا، اهلا مارينا، انت امس قلتها جامد قوي، نشجعها جامد، برافو عليكم، حلو قوي. معانا مارينا، يلا مارينا عرفينا على نفسك، قولي اسمك ايه كده؟ مارينا نبيل وليد. وعندك كام سنه؟ في سنه كام؟ 10. عندك 10 سنين، في سنه كام؟ رابعه. حلو خالص. طيب مارينا بقى قولي لي انت ايه مواهبك وبتعملي ايه في الصيف؟ احنا دلوقتي خلاص داخلين على الوقت الدراسه، عملنا ايه في وقت الصيف؟ استغلينا وقت فراغنا ازاي؟ كلمي بصوت عالي في المايك. بروق مع ماما شويه. حلو، بنساعد ماما في البيت. حلو، على التلفزيون وشويه على الكمبيوتر. حلو نلعب، لكن برضه حلو نستغله ونستفيد بيه، صح يا مارينا؟ برافو عليك يا مارينا. يلا مارينا احنا دلوقتي عندنا مسابقتنا، عايزين قبل الوقت بتاعنا يخلص بسرعه كده تفرحينا وتكسبي معانا. عارفه مسابقتنا؟ حلو خالص. يلا نشوف، احنا عندنا مجموعات اسئله كتير خالص، عندنا 12 مجموعه اسئله يا اصحابنا يا جمال يا حلوين اللي بيتفرجوا علينا. جورج وبولا يمكن خدوا مجموعتين قبل كده، 1 و4. اي مجموعه ثانيه ما عدا 1 و4 تقدري تختاريها لي يا مارينا؟ 7. حلو خالص، مارينا اختارت لنا مجموعة رقم 7. مجموعة رقم 7 هي مجموعة أسئلة مليانة أسئلة كتير، سهلة وصعبة، لسه هنحكم ونشوف أخبارها إيه المجموعة دي، لكن هي مليانة أسئلة كتير بيسألها لنا أصحابنا اللي إحنا متعرفين عليهم الجمال بتوعنا. أول سؤال مين بيسأله لنا يا مارينا؟ السمكة. سمكة، صح؟ يلا نشوف ونسمع السمكة. أول سؤال في مجموعة 7 هتقول لك إيه؟ سبتمبر ولا نوفمبر ولا ديسمبر؟ ديسمبر. آخر شهر من شهور السنة الميلادية هو شهر ديسمبر، مظبوط صح؟ طبعًا صح. يلا تعالوا نسأل، جامد قوي مارينا، إجابتها مظبوطة. شاطرة يا مارينا، السؤال طبعًا سهل وأنت عرفتيه عشان هو فعلًا حاجة معروفة قوي بالنسبة لنا. تعالوا نشوف ونسمع تاني سؤال بيسأله لنا الأرنب. يلا نشوف ونسمع الأرنب بيقول إيه. يا ترى يا صحابي الأنبر ويس استشهد في عهد قسطنطين ولا استشهد في عهد دقلديانوس ولا ما استشهدش أصلا؟ السؤال بيقول في عهد مين استشهد الأنبر ويس؟ كان قسطنطين ولا دقلديانوس ولا ما استشهدش أصلا؟ ما استشهدش أصلا. طيب حلو خالص، الإجابة بتاعت مارينا إجابة مظبوطة طبعا، لم يستشهد الأنبر ويس، إجابتك صح. هنا أنت قفلها جامد قوي، نشجعها، برافو عليكي يا مارينا. وكده بسرعة نروح لسؤالنا الثالث، سؤال الشقي بتاعنا اللي اسمه القرد. يلا نشوف القرد سؤاله الثالث لمارينا يكون ايه، نسمعه. محافظة معروفة بشواطئها الجميلة، ايه هي؟ مرسى مطروح ولا المنيا ولا سوهاج؟ سؤال سهل قوي، محافظة معروفة بشواطئها الجميلة، يعني عليها يعني بنروح البحر بتاعها وبننبسط بيها كتير، هي مرسى مطروح ولا المنيا ولا سوهاج؟ فيها بحر. مرسى مطروح. مرسى مطروح فيها بحر وبننزل البحر وبننبسط، بناخد اجازتنا الصيفية هناك، مظبوط يا مارينا؟ مرسى مطروح طبعا هي المحافظة. يلا تعالوا نسقف جامد جدا طبعا لمارينا، إجابة مظبوطة مرسى مطروح. مارينا ماشيين كويس قوي، فاضلنا سؤالين، ركز كويس قوي. سؤالنا الرابع سؤال طويل قوي، تساله لنا ايه؟ الزرافة. يلا نشوف ونسمع الزرافة تسألك وتقول لك ايه يا مارينا. يا ترى مين اللي قال الآية دي؟ قد أخطأت إذ أسلمت دما بريئا، يهوذا ولا بيلاطس ولا هيرودس؟ مين قال الجملة دي؟ قد أخطأت إذ أسلمت دما بريئا، مين اللي قال الجملة دي؟ يهوذا ولا بيلاطس ولا هيرودس؟ قد أخطأت إذ بلاطس. أسلمت دما بريئا. بيلاطس. بيلاطس هو اللي قال لقد أخطأت إذ أسلمت دما بريئا، ولا يهوذا ولا هيرودس.
بيلاطس هيرودس يهوذا. هو قال كده بالنص، قال كده قد اخطات اذ اسلمت دما بريئا. هنعرف لمين وازاي الواقع، بس اهم حاجه نعرف مين القائل الجمله دي. قلت ايه بسرعه يا مارينا؟ بيلاطس. بيلاطس اخر كلام. طيب دي موجوده في متى 27 ايه 4. الحقيقه اللي قال القول ده هو يهوذا الاسخريوطي، للاسف مش بيلاطس. معلش هارد لك يا مارينا، كنت شاطره خالص. معلش رجع ميكانيك تاني، نسقف لها جامد تاني ونشجعها. ميرسي يا مارينا ليكي، وهارد لك مره تانيه لكل اصحابنا اللي يمكن يتسابقوا معانا لكن حظهم ما حالفهمش ان هم يكسبوا معانا المسابقه. اتعلمنا حاجات كتير النهارده، ويا رب كمان نكون لعبنا العاب حلوه وانبسطنا وفرحنا كده بكل اصحابنا والمواهب الجميله حتى اللي هم قدموها لنا النهارده. حلقتنا خلصت، وقتنا الحقيقه خلص، لكن احنا فرحت قوي انا الحقيقه معاكم النهارده، وبالتالي كمان عم بشاره استمتع جدا بالقصه والفقره الاولى اللي كانت في حلقتنا النهارده. حابب في اخر حلقتنا اقول ان اللي كسب معانا النهارده كان واحد بس، النهارده كسب معانا كان جورج. حبايبي حلوين، بشكركم جدا، بشكر جورج، بشكر كل اصحابنا اللي اتسابقوا معانا وفرحوا معانا ولعبوا معانا كمان، واللي كسب منهم واللي حتى خسر. احنا في الاخر بنلعب وننبسط ونتسلى مع بعض. عايز النهارده كمان اقول ان في فرصه لكل الناس اللي اتفرجوا على الحلقه بتاعتنا النهارده ان هم يكسبوا من خلال السؤال بتاع البيوت بتاع كل حد بيتفرج علينا. اللي هيكتب الاجابه الصح ويبعتها على صندوق البريد بتاعنا ممكن يكسب. السؤال بتاعنا بيقول: اذكر خمس القاب لقب بها القديس يوحنا الرسول. السؤال كان بيقول: خمس ألقاب للقديس يوحنا الرسول، هنكتبهم على ورقة وقلم ونبعتهم بسرعة على جواب صاد ب 3049 مدينة سلام القاهرة. وما تنسوش طبعا تكتبوا اسم برنامج بتاعنا على الجواب أو على الظرف من بره، برنامج عم بشارة على الهواء. لو سمحتوا اوعوا تنسوا تعملوا ده، فرحونا، ابعتوا لنا اكتر، ننبسط باجاباتكم حتى لو كان فيها غلطات، بنصلح لبعض وبنفتكر مع بعض وبنتعلم معلومات كتيره جميله مع بعض. عايز افكركم بصفحه الفيسبوك بتاعتنا، عايزكم فعلا تتواصلوا معانا اكتر، تبعتوا لنا كل مقترحاتكم تساؤلاتكم اي حاجه على دماغكم عايزين تبعتوها لنا وتشاركونا بيها، نفرح جدا بيها معاكم. اي حاجه حتى عايزينها تبقى موجوده زياده في البرنامج برضو يا ريت تبعتوا لنا بيها. اهم حاجه ما تنسوش تبعتوا لنا وقت اعياد ميلادكم، صورتكم وتاريخ الميلاد عشان نقدر ننزله ونحتفل بيه معاكم في حلقتنا، ونقول لكم هابي بيرثداي ونغني معاكم وننبسط ونفرح. فرحنا قوي في حلقه النهارده ولعبنا زي ما قلنا واتسابقنا وسمعنا مواهب جميله. بشكركم قوي لكل الناس اتفرجوا علينا في حلقه النهارده، وندعوكم الحلقات جايه كتير. النهارده كنا في الاسماعيليه، وبكره بنروح اماكن مختلفه كتيره، نحاول نغطي مصر كلها، ونكون اهم حاجه في الموضوع ان احنا نكون معاكم وبينكم في لوكيشنز مختلفه زي ما بتشوفوا معانا. دلوقتي جه الوقت نقول لكل اصحابنا في البيوت ونشاور لهم كده ونقول لهم باي باي، ونشوفكم الحلقه الجايه.